هلا بالحلوين. ابو سيرمز باك. شاشة انكسرت يا شباب، ف طول المدة هذه ما كان عندي شاشة صدق. يا اخوان ابشركم، شريتها لطخم، شريتها الشاشة يا اخوان. ما اعرف، ما ادري اذا تشوفون ولا لا، ولكن هذه شريت هذه من ايسوس او اسوس، شاشة ديم 180 هرتز ما شاء الله تبارك الله، بس ما هي 4K يعني. خلي الهياطة لجنب، لا شاشة كذا تمشي فيها وضعك. خلونا نرجع، انا متحمس مرة حلو اني انزل فيديوهات. يقول لك في عبارة انا ان شاء الله راح احطها باذن الله في كل فيديو، راح اخلي العبارة never give up، ما حد استسلم زي جون سينا. never give up جون سينا اليوم اعتزل للأسف يا اخوان. اليوم عندنا بولي مودد، طبعا عندي شغف في مدارس لندن، لعبتها في مدارس لندن. كان حلمي اني اشو اني اركب مود والعب بالشخصيات كلها. فاليوم راح نلعب بالشخصيات كلها، البنات والعيال والجريسرز وكلهم ان شاء الله راح نلعب فيهم. تمام يا شباب، يلا خلونا نبدا. دقيقه خلونا اعلمكم. طبعا انا اشبك اليد يا جماعه، حتى على البي سي اشبك اليد. طبعا هذه ارخص يده، دقيقة، هذه أرخص يده في مكتبة جرير يا شباب. ندخل في الفيديو، أنا متحمس مرة. طيب دقيقة، الحين هذا المود مفعل، يقول لك هنا سوبر مود اي في. طبعا إذا تبون المود أو أحد يبغى شرحه ولا شيء، ما صاير موجود. دقيقة خلونا نشرب. طيب راح أخش في المودات الآن، راح أحط سوبر مود. يقول لك مود سيلكت ستايل. طيب يلا، من هو زوي؟ لا ما ابغى زوي. ايش هذا زوي؟ طبعا انا اعرف الشخصيات كلها. البنت هذيك، هذه نشوف كيف تضرب. اوه دهب، اعتقد. طيب يا اخوان، اعتقد ان شو اسمه المدرسين ذولا ما يجلدوني. يلا يا اخوان، اوف والله كاني لاعب صدق. طب خلني اضرب اجلد اشوف. طبعا الحين معصب الحين. ليش ذاك اليوم ليش ذاك اليوم تسرق اغراضي؟ ابلع والله ما حد يقدر يجلدني. ايوه ابلع، خلنا اطلع حرتي. هذا يا ما جلدني. شوف، اعطيه كيك وكف. طب خلنا نذبح يا شباب. طبعا الفيديو هذا راح يكون طويل شويه يا شباب، اتمنى انكم تستمتعون معنا، ولا تنسون اللايك والاشتراك يا اخوان. طبعا اقوياء مره صراحه. طيب اوه، هذه تبع ايش يسمونهم، ايش النرد. طبعا النرد اللي هم اللي يخافون بس انهم دوافير الزبده. طبعا انا عندي امتحان فانا عبيط. ليش ذاك اليوم تتحرش فيا؟ يلا لا ادري اشوفك. يلا طب اذا ضربت بنت؟ والله ما حد يقدر يجلدني، والله يا اني قوي. ابو شعر اشقر، كيف حالك؟ والله العظيم يا اخوان صدق، ها صراحه متى يا اخوان يوم تركب مد في شغل في مدارس لندن. انا ايش في هذا طرش حبيبي؟ ايش فيك طرشت؟ لا تطرش مره ثانيه. You're poor and ugly. I'm poor and ugly. يلا انقلع. يا اخوان ما يقدر يسوي شيء. صح، ما يقدر يسوي شيء للبنات، ما يقدر يضربونهم. بيموت، بيبكي. لا بكى، لا تبكي. طيب اذا تهاوش مع بنت. طيب اوكي، هذا كيف يتهاوش؟ يا عمري ايش هذا؟ اوه زاحف. اهرب يا بصيرة، ما يقدر يركض. لا ما يقدر يركض المتين هذا، ما يقدر يمشي. احنا الضرطة طاحت والله. طيب خليك قده. والله ديم، والله هذي لا يمسكني، بيمسكني يا اخي هذا مسكين، كيف بيهرب؟ طيب نط. طبعا هذه الطريقة يا شباب، كل محترف في البولي يا جماعة كذا طريقة تسمنه. يقعد سمنه. لا كلهم سوا. اوه هذا ضربته حلوة.
والله يا عطا كف يا عيال. طيب انا ليش اسوي كذا وعندي زلاجه؟ ما عندي زلاجه، ما اقدر اطلع برا. صح المدرسه مسكره. ايوه مالكم، المد هذا راح يضبط يضبط المدرسه ان شاء الله. هذا يا اخوان عنده ضربه قويه صراحه. شوف شوف شوف. ايش؟ ايوه عطا. والله ضربة هذه عيال، هذه ترى تقتل الصغير والكبير. شوف كيف يضرب. ايش هذا يا شيخ؟ والله انكم نرد صدق. طيب هذول كلهم اضعاف. اوه هذا القائد حقهم ارند. والله ما انت قائد. اوه جوك. اضرب بس عندك هذه. ايوه لا 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 يا الله. لا انا اعطيك كك الحين. تضرب بنت يا حيوان. يا اخي في واحد ينط يا اخوان. طيب تاد هذا القائد حقهم. اوكي اوه جينا عند هذولا. اوه الضربة هذه مرة تذبح. طيب يا اخوان خلونا نطلع برا نجدول حنا. لا لا بليز بليز لا تجي لا تجي. طبعا الشلة هذا ضد الشلة هذا اللي هم ايش اسمهم؟ انسيت والله المشكلة اني انسى يا اخوان بصراحة انسى. طيب يلا خلونا نطلع نبغى نرسبن سيارة. دقيقة انا ما راح اخذ هذا، انا افضل شخصية عندي. اوه جاني دريمي جاني. جاني كويس بس انا افضل اخوان افضل واحد عندي. طبعا هم الشله هذولا. اوه هذا بيف. طبعا اقوى واحد هو بس ان القائد من هو هذا عيال. هذا قوي بس انه ما ينزل معهم يعني ما يروح ويجي. هذا ديربي. طبعا ديربي قوي صراحه. لا لا ديم. كنت اتمنى اني اخذ حركاتهم. ديم يا شيخ. طيب هذا شوف 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 اذا جيت تبغى تتهاوش كذا. طبعا لا اشوفك تجي تفهم. انتم ما تعرفون طبعا هذول انطردوا من المدرسه يا عيال حق المشاكل حقنا المصانع هذول. ديم يا ديربي. قم قم قم. في واحد يدنق كذا بس ما ادري من هو يا اخي. كان يدنق يعني. طيب خلونا ناخذ ديربي. دقيقة خلونا نبغى يا اخي ايش هذا؟ ازعجنا هذا. خلونا نرسبن سيارة ولا شاحنة. طبعا انت في المد هذا تقدر ترسبن اللي تبي. ها طيب يا عيال شوفوا اقدر ارسبن هذه كلها والعب فيها واقدر ارسبن برضو هذه. يلا خلونا نروح نهد بيت وذا. اوكي بس والله دايم نروح نرسبن هذا. ابلع ابلع. لا والله ما ابغى اساعدك. اهرب 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 المصيره. في تاكسي. اوه اقدر اجيب سياره واخيرا واخيرا يا اخوان سقنا السياره. دايم ايش السياره عليها هيدروليك هذه شكلها. واخيرا يا اخوان والله سقنا السياره. شوف كيف. طبعا اللي سوق ما ديربي ديم يا الفخامه. لا ما نبغى الواجن. ايش هذا؟ تاكسي جيب. طيب هذه كلها اقدر اسوقها بس عيال نبغى نجرب هذه. اقدر ارمي. اوبا اوبا اشوف سريعه. اوه يسرها ابلع. اقول ابلع ابلع بس. ايش ابريك يور نيل؟ اقول لايك. طب السياره يا اخوان هذه مره والله قويه صدق. اوه هذا كلب. اقدر اتحول كلب على فكره يا شباب. والله العظيم المد هذا متعه. ابلع. اهرب 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 بالسياره. طب اوكي هربنا يا اخوان. طبعا هذه حاره الاغنياء اللي هم هذول ديربي والشله.
طيب راح نغير، ما نبغى سيارات، نبغى نشوف اشياء ثانيه. وينتر اوكي، حط الثلج. طيب بالاشياء الباقيه ما اعرف صراحه ايش هي. سكول اوتسايد، لا لا لا. طيب نبغى الستايل، نبغى نغير. ما هذول عندهم يا اخوان حركه تطيح الواحد. خلونا نجربها مثلا في هذا. طبعا خلاص يا اخوان ما عاد يقوم. شوفوا كيف، شوفوا القوة اللي عنده. طيب هذه ديم. طبعا هذا تستحم خلاص، ما تقوم. طيب غير، من هو هذا؟ اوه هذا حق الامراض النفسية. ايش هذا؟ ما تسوي شيء حتى. لا هذا فيه قليت شاكي، هذا الطباخة هذه تمسك والله. طيب بس هذول يا اخي وين ابي الملاكم هذاك الصغير؟ اوه راس ولدين. دفع مدني، واو ايش هذا؟ ايش هذا؟ لا اوكي يا مشكلة هذا يا اخوان احيانا يكون في جلتش. اللعبة هذه مليئة بالجلتشات. طيب هنبدل السريع ونشوف. دقيقة هذا من هو؟ واو مرة كنت ولا بارك. كلب؟ كلب يا عيال. واو المجانين اللي حق الامراض النفسية. اوكي والله اخوان شخصيات واجد هنا. طيب يلا انا 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 الاجهز يا اخوان. طب خلنا طبعا الحين هي كذا قاعد تركض يا شباب. طب خلنا نجي لتالي تالي تالي تالي. اطرح اطرح ولا هذا وما تقدر تسوي شيء. لا ايش هذا؟ طيب يلا انا كلب، يلا مين اللي بيقدر؟ لا اوريك انا، اوريك يا حي. اوف تراش لايك يو. اهرب اهرب اهرب. ايش هذا؟ ايش هذا يا عيال؟ اوكي حرام يا اخي شايب هذا. معليش اسف يا حبيبي. خليته كلب. ايش هذا؟ خليته كلب يا عيال. اوه دي يا عيال. اوبا 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 يا شيخ يدير بيض راسه. بس يا اخوان هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا تبغون
نستمر على الحلقة هذه أم الحلقة، أو مثلا نستكشف أكثر في المد هذا، لأن تقريبا الحين 2 من 10 بس اللي استكشفته في المد هذا. كماكم محمد أبو صيرا، مع السلامة.